إسرائيل أو الكيان الصهيوني مش مجرد مدرسة للاغتيالات السياسية واغتيال المقاومة أيا كانت. إسرائيل حقيقية هي تقدر تقول عليها الأكاديمية التي تدرس فيها خسة الاغتيالات. يمكن علشان زمايلي كانوا حاطين من ضمن أسماء القادة الفلسطينيين اللي تم اغتيالهم، وطبعا كان فيهم خليل الوزير الله يرحمه أبو جهاد، لكن كان فيهم العروري. خد بالك أنه العروري لما اتقتل في لبنان، العروري واحد من أهم القادة الحقيقيين للمقاومة، والعروري هو من يطلق عليه مهندس أو صاحب فكرة وحدة ساحات المقاومة بشكل كامل. استهداف العروري في لبنان استهدافا ممنهجا، وكانوا عارفين بيعملوا ايه، زي ما كان استهداف أبو جهاد استهدافا ممنهجا، عارفين بيعملوا ايه. زي ما أنا أظن، مجرد ظن يصححني فيه يمكن القادة والسياسيين الفلسطينيين، فإنهم من دبروا لاغتيال الزعيم ياسر عرفات أبو عمار رحمة الله عليه. زي ما النهاردة هم استهدفوا حمزة الدحدوح، زي ما قبل كده استهدفوا شيرين أبو عقلة، وهكذا. خليني أخذ معايا على التليفون دكتور أسامة شعث، المحلل الفلسطيني، المحلل السياسي الفلسطيني المعروف والبارز. أهلا بك دكتور أسامة. اهلا وسهلا اخويا الحبيب استاذ حبيبي يوسف. ربنا يخليك يا رب، يعني هو اعتز بيها واتشرف بيها جدا. يعني الله يكرمك دكتور اسامه، هذا التاريخ الطويل من اغتيالات قام بها الكيان الصهيوني للقاده والمقاومين الفلسطينيين، واذا اوردنا الاسماء لن تتسع لنا 100 سنه، لكن خليني هبدا معاك يمكن بالاخر، واغتيال واستهداف حمزة الدحدوح. يعني أنا لو سمحت لي هقول أنه حمزة لم يقتل اعتباطا، وإنما اغتيالا ممنهجا. نعم، يعني بداية الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي وقبل كل شيء يستهدف الشعب الفلسطيني والوجود الإنساني الفلسطيني، ونترحم في ذلك السياق على كل شهداء فلسطين الضحايا من المدنيين والأطفال وكل أبناء شعبنا، وصولا لآخر الشهداء اليوم وشهداءنا الصحفيين الذين تم استهدافهم اليوم وطول هذه الحرب وعلى مدار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. أنا أقول بشكل سريع أن الشهداء الذين سقطوا بشأن الصحفيين بشكل خاص وصل عددهم اليوم إلى 110 شهداء منذ اندلاع الحرب. قبل ذلك هناك العشرات من الصحفيين الذين تم استهدافهم، منهم الأخت شيرين أبو عقلة، وكلنا يعرف كيف تم استهدافها. هذا الاستهداف هو أولا جريمة من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون استنادا إلى المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف، هذا بشكل صريح منصوص عليه، واستنادا أيضا إلى اتفاقية جنيف في المادة الثالثة في الفصل الثالث، والتي تنص بشكل صريح على المادة الرابعة من الفصل الثالث، تنص بشكل صريح على جريمة حرب، أن اعتداء على الصحفيين المدنيين الذين يقومون بالتغطية للأحداث أثناء النزاعات المسلحة هي جريمة من جرائم الحرب، ولا يجوز ويجب حماية هؤلاء الصحفيين بأي شكل من الأشكال من بين القوى المتحاربة سواء هنا أو هناك. وبالتالي الذي يجري في فلسطين هي جريمة من جرائم الحرب، وتضاف إلى مسلسل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل عام والصحفيين بشكل خاص. لماذا يستهدفون الصحفيين أخويا سعادة النائب؟ لأن الصحفيين هم السلاح الأول للمقاومة الفلسطينية، السلاح الأول يعني سلاح الشعب الفلسطيني الإعلامي، ما نحن المقاومة أو الشعب الفلسطيني يقاوم بعدة أسلحة، منها السلاح الإعلامي، منها الوجود الديمغرافي على الأرض هو جزءا من المقاومة، السلاح الفلسطيني هو سلاح الوجود الفلسطيني، السلاح الصورة الفلسطينية، كل أشكال الصمود الفلسطيني هي أشكال من المقاومة، الإعلام، الدبلوماسية، المفاوضات،
العلاقات الدولية كلها أشكال من أشكال المقاومة، وبالتالي الصحفي الذي يقوم بالتغطية لوسائل الإعلام على كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو سلاح ضد الاحتلال، هو يكشف جرائم الاحتلال ويفضح ممارسة الاحتلال لهذه الجرائم وينقل الصورة إلى العالم الغربي وإلى دول العالم وإلى شعوب العالم التي ثارت ضد هذا الاحتلال وثارت ضد جرائم الإبادة وجرائم القتل في الشعب الفلسطيني على مرمى ومساء العالم، والحكومات الغربية كانت تدعم هذا الاحتلال. الآن كل شعوب العالم تنتفض لصالح الحق الفلسطيني ولصالح الإنسانية، مش الشعب الفلسطيني فقط، كل إنسان في العالم عندما يرى مشاهد القتل للأطفال والنساء وللمدنيين وتدمير البيوت وقطع الكهرباء والمياه وكل شيء، هذا يعني أنه يعني يصمت على جرائم الحرب التي تجري بحق الشعب الفلسطيني والإبادة. وبالتالي كل ما يجري من هناك يتم تغطيته من الصحفيين الزملاء الذين سقطوا شهداء وغيره الذين يستهدفون يتم نقله إلى العالم، والعالم الآن يثور على حكومة. وبالتالي أنه الكيان الصهيوني يستهدف الصحفيين بشكل واضح ومتعمد، يعني ويمكن أقدر أقول أنه عدد الصحفيين الذين استشهدوا، احنا بنتكلم في هذه الحرب تحديدا تقريبا 109 حتى الآن، وهو رقم ضخم، يمكن عندما نضيف إليهم وائل الدحدوح رحمة الله عليه ومصطفى ثريا رحمة الله عليه يصل العدد لحوالي 109. ده أكبر عدد من الصحفيين الذين يتم استشهادهم أو استهدافهم في حرب، بل هو رقم أكبر من قتلوا في الحرب العالمية الثانية من الصحفيين. أشكرك جدا 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 مرة تانية.